والصلاة والسلام على المرسلين سيداتي الفضليات ساداتي الأفاضل، تحية خالصة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بهذه المشاركة المتميزة يبرهن الشعب الجزائري مرة أخرى على الدرجة العالية من الحس المدني والوطني الذي يتميز بهما. إن نسبة المشاركة المحققة في هذه الانتخابات هي بالفعل أحسن من تلك المسجلة خلال انتخابات السابقة لتشريعيات عام 2007، إلى أن نسبة الامتناع عن التصويت تبقى قائمة ولو أنها لا تختلف في الكثير من حيث حجمها عما يتم تسجيله في مختلف الاستشارات الانتخابية لدول أخرى بما فيها الدول الغربية. إن هذا الاقتراع يعكس بوضوح مدى تمسك الشعب الجزائري السيد بقيم السلم والاستقرار، وقد كان لكم فرصة للاطلاع على تصريحات المواطنين التي بثت في مختلف قنوات التلفزة درجة استجابة الجزائريين وإصغائهم لنداء رئيسهم الضامن الدستوري للمؤسسات الدولة من خلال خطابه التاريخي الذي ألقاه بولاية سطيف بمناسبة تخليد الذكرى 67 لمجازر 8 مايو 1945، حيث أعلن من خلالها على تمسكه بضرورة استكمال مسيرة الإصلاح والتغيير في كنف السلم والسكينة. لقد رفع الشعب الجزائري وبجدارة تحدي كبير وأكد على إرادته للأخذ بزمام مصيره بنفسه بكل وعي وبكل حرية، وفرض خياره السيد والنتائج المؤقتة لتوزيع 462 مقعد للمجلس الشعبي الوطني التي سنقدمها فيما بعد لكم، تترجم بحق هذا التوجه بكل أمانة. إن هذه الانتخابات كانت فعلا عرسا متميزا لربيع ديمقراطي جزائري أصيل عزز دعائم الوحدة الوطنية وسيدفع وبلا شك بالإصلاحات السياسية نحو الآفاق المنشودة. إن الجو العام الذي ساد خلال عملية الاقتراع تميز بالهدوء والرصانة، وتمت كل العمليات في جو شفاف وبروح التعاون بناء مع مختلف المتدخلين ولا سيما ممثلي لجان مراقبة الانتخابات وممثلي المترشحين وحتى الملاحظين الدوليين. ويجدر التنويه بإسهام كل من الأحزاب السياسية المشاركة وجميع المترشحين بمختلف انتماءاتهم لاحترامهم قواعد المنافسة الديمقراطية الشريفة، إضافة إلى ممثلي المترشحين الذين تابعوا وراقبوا سير العمليات الانتخابية عن كتف والذين فاق عددهم 188 ألف مشارك، فكان لهم فرصة الوقوف على مختلف مراحل
العملية الانتخابية بكل شفافية ويسر. أما فيما يخص بعض المشاكل الصغيرة التي سجلناها هنا وهناك والتي كانت متوقعة بالنظر لحجم العملية، تم التغلب عليها واحتوائها ومعالجتها بسرعة، ولم يكن من الممكن أن يكون لها في أي حال من الأحوال أي أثر سواء على سير العملية الانتخابية أو مصداقيتها.